المنظمة الدولية للهجرة اتفقوا باش يعطوني مبلغ مالي باش يدعموني به في تونس. قيمته الكل في الكل 10 ملايين، معناتها 10,000 يورو. المدة عطيها لهم الاتحاد الأوروبي هي عام، من تاريخ العودة، من تاريخ النزول إلى تونس، يلزمك في عام يعطوك دار، معناتها يكروا لك دار ويأسسوها وياخذوا لك دواك ويحلوا لك المشروع. هذه المهمة اللي تقوم بها تونس. تفديت طلعت من التحرر أنا. طلعت من التحرر، جاوا الحاكم منعوني. وقنعوني قالوا لي اهبط وتاخذ حقك. انا شيبت ديجا شادد في حديده انا من الويتيام التاج نتاعهم، وقالت لي قبل ما تاخذ الفلوس قالت لي انا راهو مهمتي كي يصبوا لي الفلوس نقوم معاك بالواجب، تبقى في يدي انا الحكايه. ومن نهار اللي صبوا لها الفلوس والله العظيم تقولش عليها مش عارف شنو تقولش عليها، انا شو عامل لها المراه هذه؟ قهرتني بالضبط. انا روحت هنا باش نقف على الشقايا باش نعوض لميمتي، ميمتي راهو الدوله ما عوضت لهاش حقها. وشكيت ولدت بيت البر من بعد العيش الكريم، بعد مرحله العيش الكريم ولدت امي بيت البر في الشارع. باش نحكيو على شاب تونسي مشى في عملية حرقة منذ 2011 وروح بعد 13 عام بطريقة طواعية، لكن للأسف يقول أنه اليوم قاعد يواجه في مشاكل كبيرة. خلينا نسألوك شنو هي المشاكل؟ يا سلامة، أنا محمد أمين محمودي. أنا كنت من 2011 برا نعيش، خرجت باش نحسن وضعي، معناتها باش نلم فلوس ونرجع نستثمر في بلادي، نحل مشروع باش نقوم بدارنا ونقوم بروحي في بلادي. خاطر الله غالب كي كنت هنا ما قدرتش، التجأت باش نطلع لبرا نحسن وضعي. ما كتبش المكتوب باش نحسن وضعي، في الاخر بكل قررت باش نروح خاطر فما ظروف لجدني باش نروح. انا كي روحت من غادي روحت لميمتي، خاطر ميمتي وصلت الحاله لا توصف، معناتها في تونس لهنا وصلت الحاله في بلاد قانون لا توصف. امي ظلمت من نواحي الكل، ظلمت من الجيران، ظلمت من العصابات، ظلمت من الادارات التونسيه، ظلمت وحالتها تبهذلت ومرضت، ما عادش نجم تمشي على شقيها من ناس من الشكايات، تمشي منا تشكي منا تشكي منا تشكي منا وحد ما خذ لها حق. سامحني كمان في النقطة هذه نتاع أمك، علاش أمك ظلمت؟ من شنو ظلمت؟ يعني خاطرنا نحن نسكنوا في حومة شعبية وعندنا ملك خذيناه وبنيناه، الجيران نتاعنا واحد ما حبوش، قال لك اخرجوا علينا، ما عجبهمش الحال، حطمونا ودمرونا ودمروا العيلة الكل، دمروا العيلة الكل، حتى بابا توفى قتلوه الله يرحمه. روحت لأمك؟ اي انا هذاك عليها روحت، انا نحب نوجه للسيد الجمهوري. قلت من هاللي روحت وانا تعرضت لبرشا مشاكل، اعطيني فهمنا في النقطه. اوكي انا كي جيت مروح من غاديكا المنظمه الدوليه للهجره اتفقوا باش يعطوني مبلغ مالي باش يدعموني به في تونس. قيمته الكل في الكل 10 ملايين، معناتها 10,000 يورو. هي 10,000 يورو. وهما فهموني قالوا لي 2000 يورو نتاع دويات خاطرني مريض عندي ابيليبسي، و 3000 يورو نتاع ايد سوسيال، و 5000 يورو نتاع بروجي. وانا ما وصلت معناتها وافقت وصححت الا ما اتفقنا على الشروط هذه. وروحت لهنا قالوا لي ملي توصل تونس ديريكت انت دواك مهم ما يلزمكش تبقى بلاش دواء. من نهار اللي تهبط فيه في المطار تمشي للاداره الفلانيه، يعطوني الادريس نتاعها تابع الهجره الفرنسيه في هنا اللي هي سفاره فرنسا. قالوا لي تمشي لهم غاديك وتهز الدوسي تلقى دوسيك غادي كل شيء غادي، هما باش يقوموا بك باش ياخذوا لك دواك باش يحسنوا لك وضعك الكل. الله يبارك. انا وصلت غاديك اخويا عندهم التو ليومنا هذا، المده عطيها لهم الاتحاد الاوروبي هي عام، من تاريخ العوده من تاريخ النزول الى تونس يلزمك في عام يعطوك دار، معناتها يكروا لك دار ويأسسوها وياخذوا لك دواك ويحلوا لك المشروع. هذه المهمه اللي باش تقوم بها تونس. العام هاو فات تو. من وقتاش روحت العام؟ انا روحت 24 اكتوبر 2023، وتوا هنا في بريسك شهر ويوفى العام، فهمت كيفاه؟ وانا خويا مازال ما خديتش حقوق، كي كثرت عليهم كثرت عليهم كثرت عليهم، بداوا يعملوا معايا في خطوات ايجابيه، والخطوات اللي عملوها هذيك باش يظهروا بها اللي هما يطبقوا في القانون، ما عملوهاش محبه في انا، هما حبوا يعفشوا فيا، سامحني في الكلمه. راني وجهت نداء للسيد الرئيس، وجهت نداء لاعضاء الدوله، انا من محبي السيد الرئيس قايد سعيد، نحب وذاك عليها روحت لتونس هان، خاطر كي شفت السيد الرئيس ناس مليح ويهبط بسقيه ويمشي الادارات ويمشي منه مغادي، انا تقهرت قلت هذه بلاد معناتها نورمال باش نرجع لها، بلادي هذه عندي فيها امي وعندي فيها امي هكا هاو، وجيت السيد الرئيس هكا هاو. انا وجهت له نداء برشا مرات السيد الرئيس وما وصلش النداء بتاعي، وجهت نداء للحكومه وما وصلش النداء، انا نبكي من القهر خاطر صار فيا انا وامي. تجدد النداء نتاعك، شو تحب تقول لرئيس الجمهوريه قيس سعيد؟ نحب نقول سيد رئيس الجمهوريه راهم عيطوا لي في الاداره وقالوا لي اجي تو نشوفوا لك حل، وسيد رئيس مركز سياد في وسط المركز خاطرني عملت عمليه انتحار انا من فوق من غاديك، طلعت لهم كي حبيت نقابل سيد المدير العام لدى ديوان التونسيين بالخارج، حاولت عده مرات وديما يمسكوا فيا بلغه اوضح مانيش عارف كيفاش نقولها. تفديت طلعت من التحرر انا، طلعت من التحرر جاوا الحاكم منعوني،
وقنعوني قالوا لي اهبط تاخذ حقك. انا شربت ديجا شادد في حديده انا من الويتيام التاج نتاعهم وشورتني العباد وحبيت نوصل صوتي يا اما نموت يا اما ناخذ حقي. فهمت بيه؟ انا مش نزعان الحمد لله من مد السيد يا ما حقي هذا ما هيش تونس باش تعطيهولي حقي هذا ماخذه من الاتحاد الاوروبي والاتحاد الاوروبي ما وش عطوني هذوما الا ما خذاولي 15000 يورو نتاعي حقوقي زاد هما غاديك فهمت معناتها حكايه معقده شويه يا سيدي ما الفلوس وصلت يعني ملي روحت ما خذيت حتى حق معناتها ملي تعرف خذيت ملي روحت خذيت لي فريجيدير وفرش وخزانه والبقيه ما كملتهم ليش وكريت لي دار عندها على اساس عام وما كريتها ليش في وقتها الا ما تمرمت انا بقيت لي ثلاثه ولا اربع شهور تمرمت كذبت علي قالت لي برا اكري وتو نخلصوا نحن كري انا كري تو ديجا هما يخلصوا في الكري توا في الحاله هذه في اللحظه هذه باش واحد ما يكذبش بداوا معايا في الخطوه هذه والخطوه هذه عملوها باش يصدروا بيها على رواحهم باهي مادام نحن جبنا الموضوع هذا بالضبط اسمعني تو كي هما باش يخلصوا لي الكري عليه حسب رايك قالوا لهم الاتحاد الاوروبي في العام هذا لازمكم يندمج معاكم خلصوا له عام كري وتحلوا له المشروع باش هو يولي يخلص وحده من بعد يولي يخدم على روحه ويخلص وحده باهي هما بداوا يخلصوا لي في الكري وبداوا معايا في الاجراءات نتاع الاثاث واحد وما كملوهاش كل يوم هي تكذب عليا وتلعب عليا منا من غادي عذبتني المراه هذه المراه ما مصبولك الفلوس وصححت عليهم انا صبولها الدفعه الاولى 8250 دينار اي صححت عليهم انا وخذيتهم هي في يديها وقالت لي قبل ما تاخذ الفلوس قالت لي انا راهو مهمتي كي تصبوا لي الفلوس نقوم معك بالواجب تبقى في يدي انا الحكايه ومن نهار اللي صبولها الفلوس والله العظيم تقولش عليها مش عارف شنو تقولش عليا انا شو عامل لها المراه هذه قهرتني بالضبط يا سيد الرئيس اذا كان هي تخدم في اداره ومعناتها وتابعه القطاع الخاص كما تقول هي قلت لها يا مدام راني ما نحبش تتبعك عدليا يا مدام قوم بالواجب معايا نحب تتبعك عدليا قالت لي انا راني نخدم في القطاع الخاص ومكلفه معناتها من عند العارف نتاعي كي مد لي فلوس نصرفها عليك وكهو هي وعندك الفلوس وصلتك اعطيني فلوس هي معايا خذ تاكسي ولا جيب كهرباء من الاداره ونطلعوا للمجازانات ناخذوا القطاع اللي انا حكي بهم اللي اتفقنا عليهم الشروط اللي اتفقنا عليهم هي سامحني جيت نحبوا نفهموا انت مثلا اذا تحب معناتها تعمل حاجه معناتها الفلوس ما تمس ما تشدهمش انت بيدك جيست انت صحيت قالوا لي ليه نحن قالوا لي نحن ما نعطوك الفلوس في يديك في بالهم كلي انا منك النوع اللي فاسد وانا مروح لهنا على خاطر امي انا امي تعطيني حق قهوه تعرف نعمل بها نمشي نشري لها بها باكو دواء انا القوع معناتها انا انسان راني نخمم على روحي وعلى دارنا قبل الحاجات اخرى انا مانيش انسان باش نفسد الفلوس ما عليناش انا ما حبيتش مد الفلوس في يدي ما حاجتيش بها الفلوس حاجتي بالشروط ما خذيت فلوس تخرج معايا من الاداره وتمشي معايا في ظرف اسبوع نكملوا ننهوا الامور الكل هي اليومنا هذا فريجيدير ما جابتهولي كان في جويليا من قبل الصيف هذا مروحه وغاز ما جابتهمش لتو وتكذب عليا كي نمشي انا نتبعها نمشي لعارفها باش نشكي ولا حاجه بصفتها هي معناتها عندها منصب وعندها موظفه باش يصدقوها هي عليا انا تجيب لهم هي مبرر باش يوصلوا هم يصدقوها هم هي خاطر اخر مره كي حبيت ننتحر من هنا جات ممثلة قانون للمركز الشرطه وجاوا كلهم وقالوا لي اسمع توا شاي ما عاد فيها تجينا نهار الاثنين وباش نشوفوا لك حل وباش نكملوا لك امورك الكل وانت على حق وكل شيء قدام سيد رئيس المركز نهار اللي رجعت لهم نهار الاثنين انا قاعد غادي كنستنى من 10 نتاع الصباح حتى الماضي ساعتين سكرت الاداره جاوا الشرطه يتجراو اش فما قالوا لي شبيك قلت لهم فما شيء ما في بالكم قالوا لي جانا هاني جيت هاني نستنى قالوا لي هم جايين باش يشكوا بيك تقلبوا علي جايبين من عند سيد المدير هذا نتاع ديوان تونسي بالخارج جايبين وثيقه معناتها بالنيابه عنه يحبوا يقدموا بي قضيه كوني انا نجيهم غاديك ونقلق فيهم يا اخي انا جاي نقلق فيهم ونقولوا نحن خاطين هو تابع الاداره الاخرى عليه ما يمشيش الاداره الاخرى الاداره تتبع سفاره فرنسا فيها بارير وما ينجم يدخل لها حد وما ينجم يوصل لها حد والمدام هذه اللي غاديك تخدم معايا تخدم في الادارات الجوج تخدم في هنا في ديوان تونسي بالخارج وتخدم في الاداره نتاع سفاره فرنسا هذه اليومنا هذا ما نعرفش بيروها انا يعني. معناتها ما خذت لي فلوسي وما خذت لي كونتاكت ومتكلفه بيا وانا تقولها يجي خلينا نتقابلوا قابلني باللجنه نتاعكم خليني نحكي خليني نشوف حل اي ديما تمشكي فيا ديما تعبتني يا سيدي انا تعبت راني يا سيد الرئيس راني نحب ناخذ حقي راني جيتكم كتبت رساله وجبتها للقصر وجبت عملت عريضه للوكيل الجمهوريه راني بطال يا سيد الرئيس ما عادش عندي من نصرف راني روحت هنا باش نقف على شقايا باش نعوض لميمتي راهو الدوله ما عوضت ليش حقها وشكيت ولات بيت البر من بعد العيش الكريم بعد مرحله العيش الكريم ولات امي تبيت البر في الشارع وامي جات ووصلت صوتها وشكيت ما فماش اداره في تونس وزاره العدل وزاره المراه وزاره الوالي المعتمد القصر الرئاسي ما فماش بلاصه في تونس امي ما شكتش فيها لماذا ما تخص حقها علاش فهمني يا سيد الرئيس وقت اللي احنا
معناتها نحبوك سيد الرئيس وعارفين انا نعذرك واحد الناس خاطر كثرت عليك مشاكل تونس والعباد كلها، معناتها البلاد داخله في حيط، سامحني في الكلمه بالطريقه هذه نقولها، وانت يرحم والديك، لكن نتمنى حتى ولو انت ما عندكش وقت لي انا، فما اعضاء الدوله قاعدين يتفرجوا فيا يساعدوني وياخذوا لي حقي، راني بلاش دويا يا سيد الرئيس، يرحم والديك، سينو راني انا ما نحبش نلتزق باش ناخذ حقي بيدي، خاطرني انسان عاقل ومتربي ونطبق القانون، واذا كان باش ناخذ حقي بيدي باش نتضرر باش ندخل. شكرا يعطيك الصحة. بارك الله فيك.